فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا كان الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل، فلماذا أحله الله ثم كرهه؟ الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، وجاء الإسلام وهو خاتمة الرسالات فأبقى على هذا المبدأ ونظمه ووضع له ضوابط لعدم إساءة استعماله، فأباح للزوجة إن كانت كارهة لزوجها أن تفتدي منه بمال، وأباح للزوج إن تضرر من زوجته ولم يطق صبرا على ما يراه منها أن ينفصل عنها بعد محاولة التوفيق بين الطرفين وحفظ الحقوق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن وجوه الحكمة في تقرير مبدأ الطلاق: أولا، قد تكون الزوجة عقيما والرجل يريد نسلا، وطلب النسل مشروع وهو الهدف الأول من الزواج، ولا ترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى أو لا يستطيع هو أن ينفق على زوجتين. وبالمثل، قد يكون بالزوج عيب يمنع من وجود النسل، وهي تثوق لإشباع غريزة الأمومة فلا سبيل إلا الطلاق. ثانيا، قد يكون بأحدهما مرض معد يحيل الحياة إلى متاعب وآلام فيكون العلاج بالطلاق. ثالثا، قد يكون الزوج سيئ العشرة خشن المعاملة لا يجدي معه النصح، وقد تكون هي كذلك فلا مفر من الفراق. هذه بعض وجوه الحكمة في مشروعية الطلاق، والله أعلم.